مرحباً، كيف حالكم يا أصدقائي؟ اليوم سأقدم لكم أداة جديدة، أوراق الأشجار. هكذا تستطيعون رؤيتها كثيراً حال خروجكم للخارج يا أصدقائي. ونحن سنرسم باستخدام أوراق الأشجار التي تنطقوها. هل هذه أول مرة لكم لهذا؟ نعم صحيح، نستطيع رسم رسوماتنا حتى بدون استخدام أدوات الرسم. تشعرون بالفضول؟ أننطلق لتعلم هذا مباشرة؟ صحيح، سنحاول الرسم بالأدوات الطبيعية. هذه أوراق الأشجار التي جهزتها. وأيضاً يوجد بعض الورد هكذا. سأقوم بصناعة المنظر هذا بهذه الأدوات. سنقوم بهذا مستخدمين الصمغ الخاص بأعمال النجارة. أولاً سأقوم باللصق واحدة. نقوم بوضع الصمغ هكذا، ثم نلصق أوراق الأشجار ونتركها لتجف. سنرسم ببساطة فقط، هكذا نرسم جبلاً ثم سحابة، وتحت نرسم الأرض، وهكذا نرسم الأعشاب. وبفتح الغطاء الخلفي هكذا يخرج الصمغ بشكل واسع هكذا. نضع الصمغ ناحية الجبل، ثم نلصق أوراق الأشجار، ثم تم تقطيعها هكذا. الصمغ الآن لزج قليلاً هكذا، ولكن بمرور الوقت يتماسك ويلصق جيداً. إذا قمنا بوضع الصمغ كله من البداية فسيجف، وبالتالي لن يمكن للصق كل شيء، صحيح؟ لن نستطيع لصق كل أوراق الأشجار، لذلك نلصق الجبل كله هكذا، وبعد ذلك نضع الصمغ أيضاً. وفي ناحية الأرض نضع أوراق الأشجار من الورد أيضاً بشكل خفيف.
ثم بعد ذلك نضع الصمغ عند السحابة أيضا، ثم نلصق الأوراق الأشجار عليه. إذا جاء الصمغ على أيديكم وأصبحتم تشعرون أنها لزجة، فسيكون من الجيد أن تمسحوا أيديكم بالمناديل المبللة بينما تستخدمونه. ثم أخيراً سأقوم بلصق بعض الأوراق الكبيرة في الأسفل. وإذا قمتم بهزها مرة واحدة هكذا، فسيتبقى فقط الأوراق التي التصقت. واتركوها قليلا هكذا لتجف. نعم، وهكذا اكتملت. كيف كانت محاضرة اليوم يا أعزائي؟ هل تشعرون أنه غريب لأنكم تقومون بالرسم بلصق أوراق الأشجار هكذا للمرة الأولى؟ ولكن إذا قمتم بالاستمرار في فعل هذا سيكون ممتعاً ويكون سهلاً. المرة القادمة أيضاً تعالوا بعد أن تقوموا بجمع الأوراق الأشجار، وتطلعوا للقاء في المرة القادمة. مع السلامة.